زوج ديالك الله يحفظك. هاد الغنم شملة ولا كل واحد؟ هاد الشملة ولا كل واحد والثمن تاعها؟ واحد 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 سويه لك مرة فيش ياب كل مرقد ولا حساب مالي هذه قلم دابا تتسمى قلم تاع الحاملة والسراغلة هنايا واخا سردية عندها واحد الخالة كل بلادو كيفاش تتكون سبحان الله العظيم والحاج اش عطيلك فيه؟ 52 بنافي عطيلك شي حاجة لا؟ 44 شاري تشري فيه ولا كتير؟ لا كان نشري وسيلة الزقلة تاعت ماشي مشكل الله يسلمك. اش عاطيلك فيها؟ شحال عاطيلك فيها؟ 11 و 100. الله يحفظك. تتبيع تشري فيها شويه؟ ايه. تشري فيها هي انا والو. مبرعه. راه دابا فاش صابت الشتاء وهذاك. مبرعه. غادي دابا البيع والشري غادي نشط حتى هو. والكساب. كل شيء غادي نشط ان شاء الله. شحال الثمن تاعها معكم؟ عاطينا 28. اش كسيبتكم ولا تتبيع وتشري فيها؟ تتبيع وتشري. تتبيع وتشري، تتبيع وتشري. كل أربعة تسويه لها في مراكش. عاطينك 28. 28. كلهم مليحة. إيه زينة تبارك الله تتبيع. اليوم 30 ما عاطينها سيدي. ياك. كلهم زينة تبارك الله. تاع الكسيبة هاد الشيء تاع الكسيبة. خاص بالكسيبة ياك؟ ماشي يديو الكزارة تيديو الكسابة. لا الكسابة كم؟ هذوك 26 بنافي 1300 درهم. الله يرضيك. تور كسيبة ماشي تور كزارة. كسيبة كسيبة. تور كسيبة خاصة بالكسيبة هادشي. اش عاطيلكم فيها؟ 23 و 60 تبارك الله. هذه البيضية تاع الكسيبة تبارك الله زينة هنا في اش من بلاصة هاد؟ قلعة. لا هاد البلاصة؟ هنا الأربعة. اش من بلاصة؟ السويلة. الأربعة السويلة. مركتهم من القلعة؟ إيه مركت ديالهم من القلعة. سي خلفان تبارك الله زينين تو الكسيبة اللي عندو الماكلة مزيانين هادو. تيقول لي السيد المركت تاعهم تتبيع شنو؟ تبيع وشرح لها زين تبارك الله انا عجبوني والمشاهدين تونا ياخذوا النظريه تاعتهم ونسلموا على مورين اسبانيا ومورين ايطاليا ومورين هولندا ومورين بلجيكا امريكا مشاهدين في المكان تاع المغرب خيرات كي دايره تاع الغنم تاع الكسيب سيدي تبيع شربة الغنم غنم تبارك الله كسابية عرفت غنم كسابية بياضية زينة تاع الكسيبة سيدي تبقى مولاها شحال قلتي عطاوكم فيها صاحبي؟ تنطلبوا فيها 23 و 600 تنطلبوها واش عطاوك؟ عطاونا 22 و 600 22 و 600 هاد الغنم راه مزيانة الكسيبة هاد الغنم تبارك الله راه زينة بيادية تاع الكسيبة تبارك الله تبارك الله هذا هو مولاها هادو خرفان كاملين ياك هاد الربعة قول لي الثمن تاعهم 23 و 500 باش كاينين واش باغية فيهم ولا عطاوك؟ لا باش شاري انا وانا راه بغيت فيهم 25 الا جابهم عطاوك شي حاجة فيهم عطاوني 100 درهم ما قنعتنيش تبارك الله خرفات وكسيدة بدريين زينين بدريين ياك بدريين زينين ملاح لو كار مليح تبارك الله الله يسر امين يا رب وانت ولاتك
كيما عزات والد الصغار تبارك الله. تبارك الله شوف عزات. العيشة عطينا في المرة هادو سيدي الفراديات عندنا وجديه 12 3 هادو ثلاثة اللي مليهم عندهم وجديه 12 هادي متى هما جوج 16 هذيك اللي من هنا هذيك سارة واحد السيد فيها 12 هذه هذيك اش دايرين في السن هذي؟ هادو كاع جامعتهم مجموع زين مجموع صغير مجموع الأول مجموع زين ملاحات المعد حرية ملاحات هذي 40000 شحال الثمن تاعهم قلت لي؟ الثمن ديالهم 25000 باش خديت؟ باش خدتهم أنا تبيع وتشرفت؟ تبيع وتشرفت غاديين فيهم 1000 دروك ما تصورني نصف لا شحال الثمن تاعهم؟ 24000 ديرو في السر؟ 22000 دارات؟ ديال الذبيحة تو الذبيحة هاتو كانوا ليا 24 هاتو ستا الحليب تو الذبيحة ملاحات جزاريات هاك جزاريات ياك واش تتبيع تشريفهم ولا كسيف؟ تشريم بزار حيت شتك في رحمة مهيب دابا هنايا صحابك ساري تبيع فيهم شاهدين تعلم شحال هذيك الشيء ديالك؟ 25 شحال الثمن تاعهم شحال؟ 21 كلهم خرفان شوف راح ضربة سويهرة بمراكش هاد الدقاتين زينين هادو توركسيبا زوينين توركسيبا زوينين وتحياتي كاع الجالية المغربية واللي شاهدنا في المغرب أو خارج المغرب مرحبا به وتنتكلفوا باش نجيبوا الخيرات ليه واحد السيد مسكين قال لي من السفليون عيط لي يا مس قال لي بحال احنا في السوق تاع البلاد في المغرب الحمد لله باش نخلقوا لكم اجواء تاع المغرب الحمد لله اللحام الخضره المهيب بحال هو سبحان الله العظيم يا ربي كلهم خير كاملين وتحياتي لعبد الغني الاستاذ تاعنا الاستاذ تاعنا رجل طيب المواشب بأسواق المغربيه تنشكرو تيقول لي حول السوق كامل جيبي شكرا لك عبد الغني يوسف صديق تاعك شكرا لكم شحال الثمن تاعهم باطل المره هذوك اللي باعوا لنا ما باعوا نكذب عليك اش دايره في السن؟ 3 عطوني 46000 تبارك الله زينات هذه ب 12000 هذه الصورتي هذه الشكرات اييه تبارك الله هات البيضات هات البيضات الله يرحم لك الوالدين تاعك اش دايره في السن؟ 6 ايام دارات؟ لا سمان سمعتو ديال هذا واحد الراجل كويس هنايا وراني الثمن هاد الشيء الله يرضي عليه هاد السيد طرافات هاد السيد الله يرحم والديه هاد الولد الله يرضي عليه ودار معايا مزيان واحد السيد بحال ما بغاش يوريني الثمن هو وراني هاد السيد طيب الله يسهل عليه يا ربي يصدق السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.